ويسعدنا ان احنا النهارده بنستضيف الفنانه الجميله دنيا سمير غانم اللي مشرفانا ودايما بتسعدنا بابتسامتها الجميله وصوتها الرقيق وحضورها الطاغي في كل مكان. معانا الفريق الشاب اللي هو مكسر الدنيا اللي انا متوقعه له مستقبل كبير قوي، يمكن هم قالوا لي مش عايزين قبل ما ننزل نبقى وان دايركشن، عايزين نبقى احسن ان شاء الله مش كده؟ هشام جمال محمد ومحمد منورينا واهلا وسهلا بيكم. طبعا احنا النهارده لقاء معاهم بعد تجربه دنيا سمير غانم في الغناء، دايما هي معودانا انها زي الفراشه الجميله اللي دايما بتغني اغاني ناعمه ورقيقه ورومانسيه، قررت المره دي انها تخش في اغنيه شقيه وتعمل اغنيه مختلفه خالص، يمكن بتتصف اكثر مع الشباب وهي اغنيه مصالح اللي عملت فيها 2.5 مليون مشاهده. فاخوات قصير هنا ولا فين؟ فطبعا الاول نسمع مني كلمه دنيا وبعدين اتفضل. اولا انا مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده، ويعني حاسه ان في حاجه فخمه بتحصل هنا، ومستنيه كل اسئلتكم، يعني اتفضلوا براحتكم اسالوا اللي انتوا عايزينه. الاول هشام لو حد يقول حاجه. لا انا مفيش حاجه، انا تمام جدا يعني. احنا مبسوطين ان احنا معاكم مع دنيا في الملعب. اتفضل. محمد سعد مجلة الكواكب وقناة الشرقية. أهلا. طبعا ببارك لدنيا ولهشام ولكل الفريق، الحقيقة الأغنية أكتر من رائعة. وأكتر حاجة لفتت نظري إن الموضوع مختلف. يعني متعودين نشوف موضوعات الحب والغيرة والهجر. لأول مرة بنشوف فكرة اجتماعية إنسانية مختلفة عن كل اللي بيتقدم. بحييكم مره ثانيه. وسؤالي بقى، الفكره جت ازاي؟ انا عارف ان هشام هو منتج البوم دنيا ومسلسل لهفه. فالتعاون جه ازاي؟ كلموني تفاصيل اكتر عن التعاون الاول والفكره المره دي جت ازاي؟ شكرا. اولا فكره الاغنيه دي انا سيبها لهشام لان هي فكرته ولحنه، حتى فكره الفيديو كليب فكرته برده. بالنسبه للتعاون احنا بقالنا تقريبا دلوقتي تقريبا 5 سنين بنشتغل. هشام عنده 20 سنه، 5 سنين حاجه وحشه فعلا. انت مش عارف يعني اعتقد اصغر منتج في العالم على ما اعتقد، مش في مصر يعني. 22 ما شاء الله. انا ما تمام من غير المايك. لا احنا بنشتغل اوريدي مع دنيا بقالنا فتره. اللي حصل ان احنا اوريدي من ساعه ما كنا بنشتغل على البروجكت بتاع البوي باند من الاول ابتدينا نعمل اغاني وابتدينا نشتغل على افكار. كان عندنا اوريدي فكره ان احنا عايزين نعمل دوات مع حد، لان في اي فريق جديد او مطرب جديد اي حاجه الطريقه اللي ممكن تعرف بيها بشكل اسرع، اي شركه بتستعمل الطريقه بتاعت انه يتعمل دوات مع حد معروف. الفكره كانت طبعا انه لو دنيا عندها فكره القابليه انها تعمل كده، شافت الفكره، ودنيا كمان كانت موجوده من فكره من بدايه فكره الباند اللي هو بيتعمل. عرضت عليها الاغنيه، سمعتها حبيتها قوي، سمعت كل الاغاني بتاعت الالبوم بتاع البوي باند، ونفت الاغنيه دي هي اللي عجبتها اكتر واحده ان هي ممكن تغنيها معانا. ليه بقى يا بنتي؟ اشمعنى الاغنيه دي اللي عجبتك؟ حسيت الفكره كلنا بنحسها، يعني كل حد في حياته بيتعرض لفكره انه ممكن يبقى عارف حد وبعد كده اكتشف انه عارف عشان مصلحه مش كانسان يعني. بس فحسيتها موضوع عام يعني، لانه برضو هما يعني بيترجتوا الشباب الصغيرين شويه اكتر، فحسيت ان دي اغنيه لكل الناس، يعني مش بس الشباب هتسمعها، الشباب الكبار وكل الناس هتحسها يعني. حسيت ان دي اكتر واحده لايقه ان انا اغنيها معاكم.